راح نطلق عملية مسح ميداني جديدة راح تكون أكبر من العملية التي أطلقناها، حتى جميع المستفيدين من الحماية الاجتماعية راح يزورهم الباحث الاجتماعي ويقيم وضعهم، حتى نحدث عملية التوازن الخاصة بملف الحماية الاجتماعية وشمول أسر جديدة مستحقة لملف الحماية جيد الاجتماعية. دكتور، قضية أنه اللي طلع شموله، يعني طلع إصدار الكي كارد وصار أكو شمول إله وما راجع، نعم شقد يسقط حقه؟ نعم، القانون يقول بعد شهر، بعد شهر انت ما راح تراجع يسقط حقك. احنا الان بدينا نصفي قواعد البيانات، اللي ما راجع اعدادهم قليله جدا، لكن انه هو صار في معزل قانوني، اللي ما راجع او اللي راجع انه جتهم فرصه اجلوها الى يوم 19 او 21 او 21، راح نرجع نفتح المظله ونرجع نكمل اجراءاتنا الخاصه بالشمول وايضا ارسال باحثين اجتماعيين ان شاء الله. هو هذا الشهر راح تحسم جميع القضايا الخاصة سواء بالمتقدمين أو سواء الخاصة بالمراجعين، اللي 21 شهر ترجع المنصة إن شاء الله الفتاة. فقط انتهى الانتخابات يوم 18-19، احنا راح نفتحها 20 بيوم الانتخابات، تجوز العصر نفتحها.